وزي ما موجوده مثلا في الابلكيشن بتاعنا هنا، اقدر ان انا اغير دي، اقدر ان انا احط دي في اي مكان، اقدر ان انا اكولابس، اقدر ان انا اكسباند وهكذا. فدي بالنسبه لي الانترنال فريم او الديسكتوب بان. يعني عايز تشوف الكود بتاعها تقدر انك تبص عليه، الكود فيري فيري سيمبل، مفيش فيه اي حاجه خالص، هتضيف بس ديسكتوب بان تحط فيها الحاجات اللي فيها وخلاص، ما فيهاش فيه اي مشاكل خالص يعني. طيب الجي تابت بان، الجي تابت بان هي الحقيقه يعني فيري سيمبل. تابت بان اللي هي بتكون فيها اكتر من بان في نفس المكان، تقدر ان انت تجو ثرو ما بينهم يعني. خلينا نشوفها هنا مثلا كده، التابت بان، ممكن التابت بان بينه على طول. هنا بمنتهى البساطة هتلاقي إن عندنا مثلا تاب 1، تاب 1 فيها مثلا بانل اسمها بانل 1، تاب 2 وتاب 3 فيها أكتر من حاجة وفيها الكلام ده كله. ودي الحقيقة موجودة في أبلكيشنز كتير لو أنا عايز أغير ما بين أكتر من تاب، ودي بتتعمل الحقيقة لما بتكون مثلا عايز تغير منيوز، أو عايز يبقى عندك منيو أيتم كبيرة كده مثلا سلايدر في الجنب، لما بتبقى راسم أي يو أي أبلكيشن أو حاجة، أي مثلا يو أي أبلكيشن كبير فيه أكتر من فيتشر عايزة تتعمل، فكل فيتشر بيكون ليها الديتيلز بتاعتها. يعني مثلا انت عندك ابلكيشن امبلوي مانجمنت سيستم مثلا، انت عايز يكون في تاب تبان لادنج امبلوي، وتاب تبان انك تفيو الامبلويز اللي موجود عندك، تاب تبان انها تعمل كذا وهكذا، تبدا انك تغير او تبدا انك تضيف بانز جديده. الحقيقه تاب بان هي بتضاف في البانل نفسها، تعال نبص كده على الكود بتاعها. جي تاب بان تبدا تضيف جي مثلا ليبل، الجي ليبل هيكتب فيها مثلا البان 1، وبعد كده البان 1 هتتاد، وبعد كده هتاد تاب جديده اللي هي التاب دي بان بتاعتك، هتاد البانل البانل 1 انت بتضيفها في كل، يعني انت عندك الجي ليبل هي اللي بتحط فيها التكست، الجي بانل هي اللي بتكون الكونتينر للجي ليبل، والتاب دي بان نفسها هي اللي هيتضاف فيها الجي بانل، هتضيف فيها الجي بانل 2، هتضيف فيها الجي بانل 3، وهتعمل الحاجات دي كلها. هنا مش عامل اي ريجستر ولا اي ايفنتس عشان الموضوع بس يبقى فيري سيمبل ويمفسايز على الحاجه اللي هو بيشرحها بس، اللي هي التاب تبان يعني. بتعرف انك انت تستخدمها وتعرف انك انت تشتغل عليها، والموضوع برضه بنحتاجه لما بتيجي تعمل كومبلكس يو اي ابلكيشن او يو اي كومبوننتس. هو تاني الهدف من الفيديوز والالستريشن دي ان انا اديك الفانكشناليتي او اقول لك الحاجات اللي موجوده عشان تعرف انك انت تستخدمها بعدين، او على الاقل تعرف ان هي موجوده عندنا يعني. بعد كده هيتكلم على البوكس لاي اوت مانجر والجريد باج لاي اوت مانجر. دول طبعا تو لاي اوت مانجرز كنا اتكلمنا فيهم قبل كده، اللي هي زي اتكلمنا الفلو لاي اوت والابسوليوت لاي اوت والحاجات دي كنا اتكلمنا فيها. لكن خلينا بس نجو ثرو سريعا كده، ايه هو اللاي اوت؟ اللاي اوت هي طريقه عرض الكومبوننتس على الجي فريم بتاعك، هتتعرض ازاي. فالبوكس لاي اوت بتاعنا بيبقى الشكل بتاعها من اليمين للشمال او من فوق لتحت، زي الشكل ده مثلا بالنسبه لنا هنا كده. ده مثلا فيرتيكال بوكس لاي اوت، الفيرتيكال هو بالشكل ده كده، ان هو يملى بوتن 1 بوتن بوتن 1 2 3 4 لحد ما يوصل لحد اخر السكرين، ويبدا يبدا من هنا ويبدا يبدا من هنا وهكذا، ده من فوق لتحت يعني. الهوريزونتال طبعا ماشي بالشكل ده كده، الفيرتيكال بوكس ويب ريد ارياز مظبطها بالشكل ده. وهنا برضو لو عايز اعمل اللاي اوت ده الهوريزونتال، طبعا اللاي اوت اللي هو اللاي اوت العادي خالص، تمام. الحاجات دي انت اللي بتقررها، انت اللي بتشوف انت محتاج انك تعمل اللاي اوت بانهي شكل انت محتاجه، على حسب الكومبوننتس اللي موجوده عندك في الابلكيشن، او انت عايز تعرضها بانهي شكل لليوزر يعني. الكود بتاعه لانه هو الى حد ما ممكن يكون سهل جدا، مفيش فيه اي حاجه خالص، انك بتختار اللاي اوت مانجر بتاعك وبتحط الحاجه بتاعتك على طول وخلاص. يعني انت بتقول البانل دوت سيت لاي اوت البوكس لاي اوت، وتبعت له الكوردينيتس اللي انت عايز تحط فيها الحاجه. ما مش هتعرف، مش هتحط كوردينيتس بايدك، مش هتحط بقى اكس وواي كوردينيتس والكلام ده، مش هتكتبها بايدك يعني، عشان انت ما بترسمش الحاجات في السكتش، مش شغال ابسولوت لاي اوت. كنا اتكلمنا على ابسولوت لاي اوت ده برضه في الشابترز اللي فاتت يعني. اعتقد بعد كده ممكن الجريد لي اوت لو كان لي برضو اكزامبل. اعتقد الجريد لي اوت ديمو لو عملت رن الابلكيشن. الجريد لي اوت طبعا انت عارف هو جريد، جريد يعني الشاشه كلها هتتملي بكل الحاجات اللي موجوده فيها، فطبعا بهذا الشكل لو انت حطيت الجريد لي اوت انت عايز تخلي الحاجات دي بالشكل ده.
الجريد لي اوت كل حاجه بترسم في السكرين، ما بيكونش فيها اي سبيسز خالص، ما بيكونش فيها اي حاجه تعرف تشتغل فيها. تعرف انك تضيف انت الجريد لي اوت لو انت مثلا عايز تعمل، مثلا على سبيل المثال اول حاجه جت في بالك دلوقتي اكيد الكالكوليتر. الكالكوليتر اكيد معموله باللي اوت ان انا محتاج ان انا اخلي الحاجات في مكان معين فيري سيمبل، ومترتبها بشكل معين، مش محتاج ان انا احط كل حاجه بايدي، مش محتاج اعملها ابسوليوت. ممكن تخليها مثلا جريد لي اوت. هو الحقيقه اعتقد ان الكالكوليتر بتتبني جريد لي اوت عشان بنحط فيها الكومبوننتس دي. معظم الاوقات الشباب بتحب تستخدم اللي هو الابسوليوت لي اوت او الفلو لي اوت عشان تعرف انها تحط كل حاجه في مكان اللي هي عايزاه بالظبط. طبعا اغلب الناس، احنا هنا بنتكلم على الجي او اي اللي انت بتكتبه في سكتش بايدك، لكن طبعا زي ما احنا عارفين كنا قبل كده ان الجي او اي كومبوننتس بتتعمل من الاي دي ايز، او ممكن انت تستخدم الاوريدي بيلت فور يو فانكشناليتي في الاي دي ان هي تبيلد الفانكشناليتي فور يو. طبعا انتليجي في الكلام ده، والنت بينز في الكلام ده، والحاجات دي كلها شغال فيها خالص يعني، مفيش فيها اي مشاكل خالص. تاني الجي او اي كومبوننتس من الحاجات المهمه جدا اللي انت المفروض تكون فاهمها وتكون عارف ازاي بتعملها. وصدقني للمره الاخيره يعني يمكن من افضل الشركات اللي كنت دخلت فيها وكنت في البروسيس بتاعتها، هي الشركات اللي كانت بتعمل جي او اي كومبوننتس، لان هي بت انفولف كور جافا اندرستاندنج بشكل كبير قوي 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 قوي. لانك في بعض من الاحيان انت محتاج انك مثلا يبقى عندك تشالنجز كبيره جدا، انك هتقضيت الحاجات دي ازاي. انت بتلاقي حاجات معموله باي ديفولت فور يو، لكن انت ما تعرفش هي معموله ازاي. مثلا على سبيل المثال لو انت عملت هنا فايل اوبن فايل مثلا، فتح لك كل الفايل مانجر ده، صح كده؟ مش انت بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه مثلا لو جيت ضفت فايل جديد في الدايركتوريز دي، انا عايز ابديت ده، هو هنا ضايف لك فيشر هنا يقول لك ان انا اريفريش الفايل بتاعك، ان انا اقدر اريد الفايل بتاعك تاني، تمام؟ طب اريفريش ده معناه ان انا ايه؟ معناه ان انا بعمل باك جراوند ثريد، بروح اجيب الفايلز تاني واحطها في اليو اي عشان ما اعملش بريك داون لليو اي، عشان ما اضطرش ان انا عشان الود الفايلز الجديده اللي اتحطت في الدايركتري بتاعتي مثلا من هنا، اقدر مش مضطر ان انا اقفل الابلكيشن وافتحه تاني مثلا على سبيل المثال. اوكي، الحاجه الثانيه مثلا انت الفايل سيستم بتاعك كبير جدا جدا، في كميه فايلز كبيره، لو ان البوت مانجر او من اول الروت مثلا كل الفايلز اللي فيها، لو انت عندك بقى السي والدي، ولو انت شغال ويندوز او حاجه، فايلز كتير قوي. فهل منطقي ان انا لما اعمل اوبن فايل في اي ابلكيشن مثلا زي ده، ان انا الود كل الفايلز، الود كل الفايلز بالهيراركي بتاعتها؟ اكيد لا، مش كده؟ فعلا اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ريكيرسيف لودنج، يعني هو بيحط التوب دايركتوريز، يعني بيبدا يختار التوب دايركتوريز فقط، تمام؟ واول انت ما تدوس هنا مثلا كده يبدا ان هو يروح يلود الفايلز اللي موجوده هنا، تمام؟ فهمت الفكره؟ يبقى دي فانكشناليتي بتتم ازاي؟ ريكيرسيف، لان انا هنا عشان اقفل الكلام ده انا بفل تري، فانا عايز اقفل التشين بتاعت التري ريكيرسيفلي. يبقى اون ستيتس تشينج، لما تشينج الستيتس او اون كليك على التري مثلا تشايلد او التري ايتم، ساعتها هيقوم رايح بقى للفايل سيستم عامل لود للداتا وجايبها لك وحاطها لك هنا وعامل لك تري. انت خد بالك لما بعمل كولابس هنا بيروح يريفرش الداتا وبيروح يجيبها من بره، صح كده؟ يبقى دي كمان فانكشناليتي. يبقى الفانكشنال ديت بتتم بطرق كتيره جدا. انت مثلا حاطط يو اس بي في اللابتوب بتاعك وانت فاتح الابلكيشن بتاعك، مش انت اغلب الابلكيشنز لما تفتحها بتقرا اليو اس بي الواحده، ولما تشيل الابلكيشن بتقرا مش بتريد اليو اس بي، ما بتحتاجش انك تقفل الابلكيشن تفتحه تاني. ليه؟ لان في باك جراوند ثريد شغاله بتلسن على الايفنتس اللي بتحصل في الاوبريتنج سيستم عشان تشوف اذا كان في اي تشينجنج للايفنت او اي يو اس بي اتحطت او اي يو اس بي اتشالت او حاجه، ويقدر ان هو يتشيك الفانكشناليتي او يقدر ان هو يشتغل على هذه الفانكشناليتي يعني. هو ده هي دي النقطه. طبعا بقى حط فانكشناليتي زي ما انت عايز. ففكره انك يبقى عندك جي او اي ابلكيشن ريتش انف، ده بينفولف كود جافا بشكل كبير جدا جدا جدا. انا اقتناعي الشخصي جدا ان اللي بيكون فاهم الجي او اي كومبوننتس ديفلوبمنت كويس بيقدر ان هو يعرض نفسه كتير قوي لكل كونسبت الجافا، يقدر ان هو يعرض نفسه المانجمنت كويس للمالتي ثريدنج والكونكرنسي كنترول والديد لوكس والايشوز اللي ممكن تحصل في الابلكيشنز من ورا، او الباك جراوند ثريدز والفور جراوند ثريدز، او الفور جراوند كومبوننتس والباك جراوند كومبوننتس. هتلاقي الحاجات دي كتيره جدا جدا ومشهوره جدا في الابلكيشنز او الجي او اي ابلكيشنز يعني، ووراها ديفلوبمنت تيم قوي جدا جدا جدا.
فلا تستخف اطلاقا بفكره الجي او اي او انك تتعلم تديفلوب جي او اي كومبوننتس. الموضوع فعلا قوي جدا ومحتاج انك انت يعني تنفست شويه تايم فيه كده وانت شغال. طيب انا كده خلصت. ان شاء الله رب العالمين، اتمنى يكون الفيديو كان واضح او الكلام كان واضح. شكرا جدا يا شباب، واشوفكم ان شاء الله في الشابتر الجاي. شكرا جدا، السلام عليكم.